يوم السبت من الأسبوع الخامس من الخماسين المقدسة. ناظرين مجد الله. أدخلني يا رب إلى مجدك بثوب المجد والبهاء، فأسبحك تسبيحا جديدا وأتهلل بخلاصك لأنك صالح، وأبرأ من جراحاتي وأشفى من أسقامي وأرتوي بنعمتك من ينبوع ماء الحياة الأبدية، وأوجد معك في حضرتك الإلهية كل حين، وأنت تهبني حواسا نقية وتنقذني من التجارب وتملأني من مد صورتك الإلهية فأحفظها داخل قلبي. ربي يسوع، لا تدعني ألتفت إلى الظلمة والندنة وأغرق في وحل الجسد والاهتمامات المادية، بل هبني عقلا مستيقظا وحسا ملتصقا بك كل حين.